فلوران بولولو، عشان هو طبعا من جزيرة تبع شرق الكاريبي تبع فرنسا، فالراجل ده المفروض اسمه يتنطق كده. مين الراجل ده؟ الراجل ده ببساطة هو صفقة النادي الأهلي الجديدة، طريقة جديدة لإعلان الصفقات، إن اللعيب نفسه يعني قفشناه كده على الفيسبوك هو اللي أعلن إن هو رايح النادي الأهلي. اللعيب ده بيلعب في نادي اسمه أولموك من التشيك، وراجل سنه صغير 26 سنة، مركزه يا إما قلب دفاع يا إما بيلعب مركز 6، شبيه شوية كده لدور حمدي فتحي وديانج اللي موجودين فيه الفترة دي. وده صفقة جديدة بعد مروان عطية، وهل دي مثلا تبقى صفقة تمهيد لأن ممكن نشوف ديانج يمشي؟ يعني هنشوف، وهنشوف برضو ان الصفقات اللي بقالها فترة بتحصل في النادي الاهلي مبقاش عليها ضجة كبيرة وبتتم، الصفقات دي بنسبة كبيرة بتبقى ناجحة. هل الصفقة ده هيبقى صفقة ناجحة ولا ايه الاخبار؟ ده اللي هنعرفه في الايام اللي جاية، ولحد كمان لما نستنى نشوف الاعلان الرسمي للنادي الاهلي اتمنى تعمل لنا فولو وتشوف كل الاخبار الجديدة عندنا.